السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو، واليوم مع فيديو تعليمي جديد للعبة ويستلاند إكسبريس ديليفري سيرفيس من إنتاج شركة بانداسورس جيمز ومن تصميم كل من جوناثان جيلمور، بن بنشباك ومات ريدل. تلعب اللعبة من قبل شخصين إلى 5 أشخاص فيما يقارب 2.5 ساعة. القصة في اللعبة تحدث في عصر ما بعد تدمير العالم، حيث يقوم اللاعبين بخدمة البقايا من الشعوب والمدن في توصيل ونقل بضائع، وفي نفس الوقت يحاولون تجاوز أو قتال قطاع الطرق. والحين نترك المجال للأخ أحمد لشرح اللعبة. علشان تفوز في هذه اللعبة يبيلك تمشي الستانديز هذه الملونة حق شخصية، كل واحد عنده 3. علشان تمشيها يبيلك تخلص المهمات اللي عليها ستامبس. باي ديفولت اللعبة تبدل 3 هنا، هذه عامة أي واحد يقدر يخلصها. لما تخلص واحدة تقدر تحط عليها ستامب، بس ما تقدر تخلصها أكثر من مرة. غير كذا في كوستات، كل واحد الحين عنده 3 كوستات، بيختار منها واحدة يخليها عنده والباقي رجع. بعضهم فيها ستامب فتنحسب إليك، لو خلصتها تنحسب إليك إنك تحط عليها ستاندي. هذول يظل سريين إلين تخلصهم أو لين تبدي فيهم. زين، لين تبدي تسوي بروجرس، فتختار اللي تبغاه. بعد ما أشرح اختار اللي تبغاه ونرجع الباقي. زين، دي اللعبة pick up and delivery معظم الأحيان، بس فيها actions يعني تقدر تسوي fighting بس مو مع بعض. في rules تقول لك عادي تضربوا بعض بس معناها بتدبل وقت اللعبة. زين، اثناء اللعبه بتشتري مواد وديها لمكان ثاني تبيعها، بتقدر سلمك الله تسوي ابجريدز. زين، تاخذ كوستات ثانيه اوكي وتتحرك حوالي المكان هذا. اكشن ايكونومي از ذا جيم، يبيك تنتبه انك ما تصرف الاكشنز حقك على حاجه ما تسوى عليها. زين، الترسات هذه الجيرز اللي على اللوح عندك، هذه العدد الاكشنز اللي بتسويها كل راوند. كل راوند عنده 5. زين، كل واحد يعمل اكشن واحد وننتقل للاعب الثاني لين يخلص الراوند. في اسهم على اللوح حقك يوريك فين يقدر يروح الترس. زين، اول اكشن اللي هو الموف تحطه فيه. تعطس؟ لا. اوكي. اول واحد الموف، زي ما تشوف انه تبدي باليسار 3 موف، والله 4 موف، والله 5 موف. تمشي هي هذه 3 موف ويوقف الترس هناك، يفتر الدور، جاء دورك مرة ثانية. تبي تسوي اكشن او تقبيل موف، لما اذا تسوي موف وراها بتمشي 4. هذا مومنتوم زي ما تقول التريك. زين، لكن لحظة ما تختار اي اكشن ثاني كل اللي في الموف يطلعوا يروحوا في السبنت هذه اللي عليها اكس، العلبة اللي عليها اكس. سبنت اكشن. زين، معناها انك وقفت الموتر. ما علي احمد، اسمح لي راح اقاطعك في هذا المكان شوي وراح اشرح اسلوب عمل الاكشنات بطريقة ثانية. يقدر اللاعب في دوره ان يتحرك 3 حركات بانه يحرك الترس الى المربع الاول هذا، بعدها يقدر على طول انه ياخذ اكشن ثاني او يوقف علشان يكمل حركته في دورته الجاية بسرعة اعلى، وراح اشرحها عقب طريقة استكمال السرعة. الحين لو قلنا انه يبي ياخذ اكشن بعد الحركة، راح يختار واحدة من هذه الاكشنات ويحرك لها الترس اللي كان حاطه على مربع الحركة. الحين ابي اعطي فكرة عن الاكشنات على لوحة كل لاعب، وهذه راح يشرحها احمد بالتفصيل لاحقا. اول شيء عندنا اكشن الكومبات، وهذا اللي هو القتال، يقدر يستخدمه اللاعب لو واجه اي واحد من قطاع الطرق اللي هم الريدرز. ثاني اكشن اللي هو البيرتشيس، واللي هي عملية الشراء، بحيث انه لو وصل الى منطقة بيع يقدر يستخدم هذا الاكشن على اساس يشتري البضاعة اللي موجودة في المكان اللي وصل له، وطبعا هذه يقدر يسويها مرة واحدة في الراوند. الاكشن الثالث اللي هو الدليفري، واللي هي عملية توصيل البضاعة اللي متواجدة عند اللاعب الى منطقة طالبتها، ومثل ما احنا شايفين تقدر تسوي الاكشن هذا مرتين في الراوند. الاكشن الرابع اللي هو الاوتبوست، وهذا تستخدمه مرتين في الراوند لو وصلت لمكان
تحتاج انك تشغل الخاصية اللي موجودة فيه. اخيرا اكشن البونس، وهذا الاكشن تقدر تاخذه لو ان احد المهمات تطلبت انك تقوم فيه. الحين لو ما قررت اني اخذ اكشن وقررت التوقف مثلا على المربع اللي هو مربع الحركة المكتوب عليه 3، في دورتي الجاية اقدر احط ترس على المربع اللي بعده مكتوب عليه رقم 4 واقوم بتحريك شاحنتي عدد 4 خطوات. ممكن بعدها اخذ اي من الاكشنات اللي انا قبل شوية شرحتها، او اني اتوقف علشان في دورتي اللي بعدها اقدر اتحرك 5 خطوات، وعقبها اكيد ابي اسوي اي اكشن استفيد منه وانهي حركتي فيه. والحين ارجع المايك لاحمد علشان يكمل. ولو حبيت تمشي من جديد تمشي باقل موفمنت زين، بس يعني لما تسوي اي اكشن ثاني بتشيل اللي في الموف، لازم نتذكر هذه الحاجه نسويها. يو نيد تو تشوز وين تو ستارت موفينج. ولكن زين انت الحين سويت موف ثاني مثلا، لما تجي تبغى تسوي اكشن ما تاخذ من الاحتياطي حقك، تقدر تاخذ واحد من هذول اللي سويت بهم موف تنتقل به الى الاكشن الثانيين اللي في الموف بتوديهم له، صح؟ يعني اللي تستخدمه للموف هم يعني معناها دور الجاي تقدر تسوي اكشن بنفس الجير. اوكي بس وانس يو دو ذات خلاص ايوه خلاص يو زين. بعد الموفمنت على اللوح زي ما تشوف هنا تنتقل، تعتبر خطوة واحدة من أي مكان، من أي إج إلى أي إج أو أي فاصل خط. هذيل التايرز الكبيرة ما تقدر تدخل في المنتصف حقها، هذا بس حق الريدرز، التريلات الريدرز يوقفوا فيها. تبي تنتقل من هنا إلى هنا هذه خطوة، من هنا إلى هنا هذه خطوة، من هنا إلى هنا هذه خطوة. زين؟ تدخل أي منطقة من هذه المربعات هذه خطوة. زين في هذيلا تقدر تسوي اكشنز. في مناطق عليها راديشن ساين، اذا تدخلها وما عندك راديشن شيلد راد شيلد بترمي الدايس حق الراديشن وشوف هل سليمه والله بتاخذ دامج. شوف الدايس دايس الاصفر دايس الاصفر which has 2 out of 6 ايوه 1/3 يا بتاخذ دامج ولا لا. لما تاخذ دامج تاخذ واحد من التوكنز هذه، تاخذ واحد من التوكنز وتحطه على احد المربعات في الشاحنه. اذا عندك شيلد بتحطه على الشيلد. اوكي زين، اذا عندك شيلد وعليه دامج واخذ دامج شيل الشيلد بالدامج، يعني الشيلد بيحميك مرتين. زين لما تغطي اي مربع في التريلر بشيلد وهذا المربع فيه شيء، اذا فيه موارد، الموارد الرمى وتالي يضل المكان انيوزابل الين تصلح السياره الين تشيل الدامج عنها. اوكي اذا انت فول دامج ما تاخذ اي دامج بس تضل تلعب، ما ادري ايش قاعد تسوي بس عارف. يمكن هي يمكن زين. تكلمنا عن الموفمنت، لما تدخل اي منطقه فيها ريدر زين اول شيء تختار هل بتوقف وتقاتل الريدرز ولا لا. اذا بتوقف تقاتل الريدرز نسحب لك ريدر نشوف قوته ويمكن تسوي هيتس ضده. زين تبدي بتو دايس على ما اعتقد، يس تبدي بتو دايس. زين وعندك اشياء ثانيه تقدر تسوي ابجريدز عشان تزيد الدايس حقك. زين الدايسات كلها هناك بتشوف عدد الضربات في كل دايس، يمكن اصل حد 3 في الفيس الواحد. زين في 1 و 2 والريدرز قوتهم ممكن توصل لسبعة او 8، يبي لك تجيب هذا الرقم عشان تفوز عليهم. ما فزت عليهم تاخذ واحد دامج. قول انك ما تبى تقاتلهم، تبى تدش وتمشي، تبى تدش وتمشي ترمي الدايس مال الريدرز وتشوف ضربوك ولا لا. بس اذا تقاتلهم وتفوز تاخذ الشيء اللي هم حاملينه. زين طيب انت لما تدخل في اي منطقه فيها ريدرز يعني اي هذا ماسكين اللوح كان زين، بعد ما تغلبهم خلاص تمشي ونحط لهم نو ايتمز. زين وانت تمشي عنهم، اذا توقف في اي مكان، وقفت دورك يعني في اي مكان عليه الرموز هذه اوكي صغيره رموز الريدرز هذه، تقدر تحرك نفس الريدر خطوه واحده.
زين الى التايل اللي بعده، والمكان اللي يوصل اليه الريدر يسوي امبوش اتاك على الناس اللي هناك. اوكي غصبا عنهم يقاتلوه زين وبدون بنفس، حتى لو فازوا ما ياخذوا شيء. زين so you move it from trial to trial. yes okay يعني yeah, one step. اذا في ريدر في المكان اللي بيروح له يسوي سكيب للي okay. بعده. زين اماكن ثانيه هذه اللي في الوسطى هنا توب واللي هناك باتم وهني الغرب والشرق. هذه ريدر انكليف. This is a base for raiders. تقدر تاخذها ونطلع لك الريدر ثاني تقاتله، بس اللي اقوى من الريدرز اللي على الخريطه. زين انت رايح للبيس حقهم، البنفت اعلى تكون يمكن يمكن. زين اقوى في كوستات تقول لك ايه روح وقاتلهم. زين وباقي الحين اشرح لكم المناطق الثانيه وش تسوي لما تسوي لها اكتيفيشن وطريقه الشراء والبيع. في اماكن تبيع بس اربعه زين موجوده اماكن قاعده تبيع ريسورسز. شفت هذا الرمز الريسورس مع الدولار ساين؟ اوكي انت تقدر لما تدخل هنا تقدر تشتري هذا الشيء اي عدد من المرات اللي تبغى تشتريها وهو على حسب ما تقدر تشيل زين بهذه القيمه. وبعدين هذا الشيء بينشال ونحط غيره. اوكي زين جي تنباع تبيع الاشياء هذه تروح لاي مكان هذا اللي بدون دولار ساين زين وتبيع قد اللي تم تبيعه وبينشال هذا الديماند بينروح بينحط غيره تاخذ قيمته على حسب قيمته في السوق. هذه ها قيمته في السوق والحين بنعدل قيمته في السوق. كم مكان قاعد يبيع اكل او يطلب اكل عنده ديماند اكل اللي هو اخضر عندنا 1 2 3 4 5 6 7 من 2 زيد على 7 تصير قام. If you buy food and sell it, you'll get $9 out of it. الماي عندنا 1 2 3 4 4 ماي على 3 7 قيمة الماي. أسلحة أحد طالب أسلحة؟ ما في ما أحد طالب أسلحة لحد الآن. أسلحة إذا تبيع سلاح بيعطيك $4. لا أوكي بس هذي زين. chips هذه في بعض المهمات تحتاجها قيمتها $7 تالي تزيد وما تنقص وما تنقص. زين كل الاماكن في لها اكتيفيشن. احنا قلنا الاكشنز اللي عندك موفمنت صح. كومبات تقدر تدخل كومبات اي عدد من المرات بس بيلج اللي بعد الكومبات هذه ما تقدر تسويها الا مره واحده في الراوند. بيلج انك تاخذ الريسورسز من الشيء اللي قاتلته. اوه سو اتس انذر اكشن. يعني لا تقول انا اي ويل فارم ذيس ريدرز بطاردهم وقاعد اقاتل فيهم وقاعد اطلع منهم ايتمز. انت ما تقدر تسوي الا مره في الراوند الريدرز. So you fight them and then you pillage. You pillage them and you can only pillage once. That's part of the combat. اي الترس بيظل هني في مكانك. That's part of the combat مع الريدرز. زين اشياء ثانيه اللي على اليمين من الموفمنت عندك في التوب بورتشاس. بورتشاس انك تشتري ما تقدر تشتري الا مره اللي هي تشتري موارد. ديليفر ديليفر اللي انك تبيع الاشياء اللي عندك على المكان تقدر تسويها مرتين. زين اللي هو على الديماند تبيع عليهم تقدر تسويها مرتين في الراوند الواحد. وبعض المهمات مكتوب بالضبط يو ماست ديليفر فلازم تاخذ هذا الاكشن ديليفر. زين اوت بوست كل واحده من هذول مع الريدر انكليفز في اكشن ثاني تقدر تسوي اللي هو اوت بوست اكشن تقدر تسوي مرتين في الراوند. زين انه يعطيك خدمه من الخدمات اللي عندك الشغلات السمبلز اللي هذه اللي هنا. ايوه اوكي بشرحهم. واخر واحده البونس بعض المهمات بالضبط بتقول لك استخدم بونس بونس اكشن اللي هو هذا يعني مره واحده في الراوند حدك تسوي. زين خلينا نشوف وش هي الاماكن وش تسوي. خلينا نبدل فوق هنا يقول لك خذ كوستات خذ ثلاثة كوستات من هذه اللون وكيب وان. زين خلي واحدة ورجع الباقي. هني تقدر تاخذ تمبوريري تشتري تمبوريري ابجريد. زين هذا اللوح حق الابجريدات وش تسوي؟ يعطيك اياه اي واحد يحتاج يقراه هذه. زين هنا نفس الشيء تقدر تشتري تمبوريري ابجريدز. الام مودفيكيشنز اللي هو مين ابجريدز مين ابجريدز مين ابجريدز زين صاير الابجريدز كلها صارت هني.
الورك شوبس كلها دي الجهات الصناعيه الظاهر هنا زين. هنا تقدر تشتري موضوع بعد وهنا تقدر تشتري راد شيلد ب 4 ب 4 قروش تشتري راد شيلد. راد شيلد يحميك من الريدر. خليك ثيماتيك سكرابس سكرابس هنا ايضا ورك شوب زين. هنا ما في ما في شيء ثاني زين. في الاوت بوست ما في حاجه. هذا ريدر انكليف ما يعطيك شيء. هنا لما تجيت ان يو اكتيفيت ذس اوت بوست تاخذ 3 قروش. هنا ما في شيء. هذا ريدر انكليف. هنا تقدر تشتري تشيبس 7 زائد قيمته زين. هنا تاخذ الاي. هذا الايز تسحب اثنين تاخذ واحد لك بقيمه 3 قروش زين. الالايز عندهم بونسز مختلفه. هنا تدفع قرش علشان تشتري بروكر ياش مرة فاين قصر تاخذ تدفع سكراب عشان تاخذ بروكر. بروكر يعطيك بلس 2 سكراب على اي دليفري تسويه مهما كان وش الدليفري كم كميته بتاخذ 2 سكراب زياده زين. في انفستمنت من البدايه يكون. هنا ما في شيء. هنا تسحب من الكوستات الخضراء. هنا الكوستات الورديه زين. هذا ريدر انكليف وهذا ورك شوب عشان تسوي مين ابجريد. البيس هذه ديبوت فيها ايضا فيها حاجتين. تقدر تشتري تريلر زي اللي عند اخوي علي هنا زياده مساحه زياده بقيمه كم 8 او تصلح التريلر بالكامل بثلاث قروش ثلاث سكراب زين. زي ما قلنا كل واحد ينتبه لا يحرك سياره غيره. صارت نفس الدور اللي راح. انتم جاهزين انكم تلعبوا. كل واحد يختار كوستات من الكوستات حقه يختار واحده بس ويرجع الباقي.